السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. الفيديو ده محزن ومفرح في نفس الوقت. مفرح لأن في حاجة عبرت عن طباع الشعب المصري ونفسية الشعب المصري ومدى شعور الشعب المصري اتجاه الجيش الصهيوني، واللي اتمثل النهاردة أحد عناصر الجيش المصري وأحد جنود الجيش المصري بدون توجه طبعا من أحد، بتوجه شخصي ودافع شخصي من داخله، قدر انه يعمل عمليه داخل زي ما قيل ان هو تعامل مع فردين من افراد قوات الامن الحدوديه للجيش الكيان الصهيوني. طيب يعني مش دي المشكله بقى، انا هقول لك المشكله في ايه. المشكله الحقيقيه او الحاجه المحزنه هو بيان المتحدث العسكري. تعال اقول لك بقى بيان المتحدث العسكري قال ايه. بيان المتحدث العسكري على صفحته الرسميه بيقول لك ان فجر اليوم السبت الموافق 3/6/23 قام احد عناصر الامن المكلفه بتامين خط الحدود الدوليه بمطارده عناصر تهريب المخدرات. واثناء المطارده قام فرد الامن باختراق حاجز التامين، يعني الفرد الامن بتاعنا هو اللي اخترق حاجز التامين، وتبادل اطلاق النيران مما ادى الى وفاه عدد ثلاثه من افراد عناصر التامين الاسرائيليه واصابه عدد اثنين اخرين، بالاضافه الى وفاه فرد التامين المصري اثناء تبادل اطلاق النار. وجرى اتخاذ كافة الإجراءات والبحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية للوقع. خالص التعازي لأسر المتوفين وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين. طيب هي قراءة سريعة بس كده للي حصل ده، يعني قراءة سريعة للبيان بتاع المجلس العسكري. خليني أقول لك بس إحنا في مصر وصلنا لحد فين. بص حبيب قلبي، هو البيان اول حاجه لم يذكر لفظ شهيد. خد بالك من الحدوته دي، يعني ما قالش مثلا الشهيد فلان فبيقول لك الشهيد كذا، ما قالش، قال لك احد افراد الامن. طيب تمام. بعد كده طلع وقال لك الحاجه الثانيه، قال لك ان فرد الامن دخل الحدود، يعني احنا اللي غلطانين. خد بالك، رغم ان في بعض الروايات الاسرائيليه بتقول ان هم اخترقوا الحاجز الامني، هم قوات الاسرائيليه او افراد العناصر الاسرائيليه هم اللي اخترقوا الحاجز الامني ودخلوا ارضنا. خد بالك من الجزئيه دي كويس، بغض النظر يعني. فهو اما حصل ده قال لك هو كان الراجل بيطارد تجار المخدرات دول، فدخل يعني من غير ما يعرف، فالتانيين يتعاملوا معاه، فهم بصراحه ما عندهمش مشكله، وهم عملوا الصح مع الجندي بتاعنا. ما فيش بقى رسائل تحذير، بقى ما فيش بقى، يعني انتوا عارفين في اجراءات زي كده بتبقى معروفه بين بالذات العناصر اللي بتبقى على الحدود، بالذات بيبقى في تعاملات معينه وتعليمات، مش سهل ان انت هتعدي كده فديك هقوم نشك هموتك هجيبك الارض، لا هو ما حدش بيعمل كده. طيب فده امر، يعني احنا محتاجين نعرف تفسير من المتحدث العسكري. الامر الثاني، الحادث ده حدث الفجر. المتحدث العسكري بيطلع بيان العصر ليه؟ يعني ليه؟ عشان ايه؟ محتاجين نفهم. هل انتوا ما كنتوش داريين، ما دريتوش بالكلام ده مثلا الا من الاعلام الاسرائيلي؟ هل ما حدش عرفكم؟ هل ما فيش ترابط بين قواتنا على الحدود ما لهاش علاقه بالقوى المركزيه في مصر؟ محتاجين نعرف فين الجيش؟ فين دور الجيش هنا؟ المتحدث العسكري اللي طلع في الوقت ده وما طلعش قبل كده ليه؟ الامر الثاني وده المهم جدا، كان في كلام عن عناصر تجار مخدرات او عناصر اجراميه اللي هم تجار مخدرات، طبعا ما بقوش في تكفيريين دلوقتي. طيب فين العناصر دي؟ يعني هل العناصر دول اللي اخترقوا الحاجز الامني المصري وراحوا للجانب الاسرائيلي، فالاسرائيليين الشطار الجدعان النبهاء القناصين موتوا الجند المصري وما قدروش يموتوا تجار المخدرات؟ محتاجين نفهم. انا هنا مش بقول لك الروايه صح ولا غلط، بس انا محتاج افهم، بما ان احنا الجيش عندنا جيش ما شاء الله جيش قوي وجيش بيحمي الحدود كويس قوي بدليل اللي حصل النهارده، محتاجين نعرف منه تجار المخدرات دول راحوا فين، وهل الفرد الامن المصري ما عرفش يتعامل معاهم؟ طيب هل الافراد الامن الاسرائيليه ما عرفوش يتعاملوا معاهم؟ محتاجين برضو نعرف. فانا عايز اقول لك ان الروايه كلها يا معلم كذب في كذب، واحنا لسه عندنا نخوه، ولسه في مصر وفي الجيش المصري ناس كويسين وناس بينبض جواهم هو نفس النبض اللي بينبض في اغلبيه الشعب المصري، واللي بيجري في عروقهم دم مش ميه بارده زي ما السيسي كان عايز، وزي ما السيسي فعلا كان عايز يعمل الجيش كامب ديفيد يغذيه ويدعمه، وان خلاص ان اسرائيل دي بقت دوله حبيبه. هي حصل خناقه وخناقه كبيره على الحدود،
وما تفكرش ان تقول ده عسكري ودخل غلط والكلام الخايب ده، اوعى حد يضحك عليك ويقول لك كده. العسكري ده بيمثل مصر وهو شرف لمصر والمصريين، وعيب قوي على المجلس العسكري والجيش المصري ان في حادث زي ده وحادث تبادل اطلاق نار بالشكل ده تطلعوا تقولوا مش عارف فرد الامن قتل فرد الامن او عندنا قتيل، في حين ان انت لما بتيجوا تموتوهم مش عارف ايه ويقول لك تكفيرين ومش تكفيرين، لك شهداء الجيش. ماشي يا سيدي، طب ده مش شهيد؟ ما هو كان واقف بيحمي الارض وكان بيحمي العرض وكان بيحمي الحدود، ولا عشان خاطر عمل ما لا يتوقعه الجيش؟ محتاجين نفكر شويه بقى ونشوف العقيده بتاعتنا بقت رايحه فين، ونشوف السيسي ونظامه بقى يعمل في العقليه ايه، وشوف الاعلام بتاعك هيتناول الموضوع ازاي، ده لو تناولوه شوفهم هيتناولوه ازاي. ربنا يرحم سليمان خاطر ويرحم شهيد اليوم من الجيش اللي يعني اللي فرح كتير من المصريين. سلام ونشوفكم في الفيديو.